قال هل لكم مطلع فاطلع فما هم في سماء يحيين قال تالله يا حتى لتؤذين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمامهم أعوذ برب الفلق أتت أن أمر ربها ورسله
مرسلين وحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد آمنوا أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم ناصية يذكر من يخشى ويتجنب الأشقى يا عبيد يصلى النار قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين كلا والقمر والليل إذا أدبر حتى أتى يوم يقين حتى أتى يقين ما تنفعهم شفاعة.
فما تنفعهم تنفعهم شفاعة الشافعين.